محققه، ولكن انا كان سؤالي بحيث نحفز اكتر، لان في مثلا بعض المطالبات لماذا نحجم عن اخراج الزكاه وليكن لعامين مقبلين، طالما ان هذا العام من عوام العسره او اقرب لعام الرماده. نعم، اذا بطبيعه الحال هذا ما قلته هو كان دائما معنا مستصحب في المجتمع وكل المجتمعات، يعني في حالات اليسر وفي حالات الرخاء وفي حالات الاختيار، لكن إن حصلت ظروف معينة تستدعي أن احنا يمكن أن نستجلب أو أن نطالب بالناس بأنها تخرج زكاتها وحتى لو لمدة سنتين قادمتين على وجه التقريب وفقا للمعطيات وفقا لما هو موجود الآن ولما نحن نعتاده، فلا مانع منه شرعا. فقد استلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة عامين من عمه العباس، يعني إذن لا حرج في هذه الحالة من أن الإنسان يعجل بزكاة سنة أو سنتين قادمتين أو يعجل ببعض زكاته في العام القادم، هذا لا حرج منه شرع في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المجتمع. وده مقرر الحقيقة مش في الزكاة فقط، ده مقرر في كل الأحكام، يعني أن المجتمعات عندما تكون مستقرة على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي الأحكام تكون هي الأحكام الطبيعية التي أتى بها القرآن الكريم. ومع ذلك إذا حصلت ظروف معينة تخرج هذا المجتمع أو هذا الفرد على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي تخرجه عن حده المألوف عن حده المعتاد وإلى منطقة فيها ظرف الضرورة وظرف الحاجة، الأحكام تتغير على الفور، فما كان ممنوعا يباح في هذه الحالة وما كان ليس مطروحا يطرح الآن لكي ينسر على الناس. ولذلك العلماء قالوا الضرورة تبيح المحظورات، لكن تظل في نطاق الاستثناء، ولذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع في هذا الأمر إلا بما يدفع هذه الضرورات. فإذا يفعل في الاضطرار ما لا يفعل في الاختيار، يعني الظرف الاستثنائي أو ظرف الضرورة أو الظرف الملجئ أو الظرف الذي تتغير فيه أحوال إلى أحوال فيها شدة، الأحكام الشرعية تتغير لكي تدفع هذه الحالة الموجودة، وإذا عادت الأمور إلى نصابها الأحكام الاستثنائية تزول وتعود الأحكام الطبيعية مرة أخرى. وفق هذا المنهج كيف أو ماذا توجه للمقتدرين والميسورين من أهلنا؟ كل من هو مقتدر وموسر وعنده سعة من العيش النصوص الشرعية تحبز له أن يمد يد العون لغيره بأساليب المختلفة، بالزكاة، بالصدقات، بالهبات، بالهدايا التي لا تجرح مشاعر الناس، بالوقف وإنفاقه على أناس معينة، الأساليب كثيرة جدا، بالصدقات المحببة إلى الشرع الشريف. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يحمل الأغنياء مسؤولية، يقول لا يؤمن أحدكم من يبيت وجاره جائع، يعني كأن طبعا هو يعلم، يعني لا يؤمن أحدكم يعني إيمانا كاملا، يعني لا يكمل إيمانه ولا يكون في المرتبة العليا من يبيت وهو شبعان لكن له جار وهو يعلم أنه جائع ويسيبه هكذا. فهذا العلم بأحوال الجار يحملني مسؤولية في هذه الحالة، بأنني ما دمت أننا علمت أنه في أزمة وفي ضائقة ينبغي علي أن أسارع وأن أمد له يد العون وأن أرفع عنه هذه الحالة من الشدة بالوسائل المختلفة التي أباحها لي التشريع الإسلامي. مولانا دكتور.